أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: أنا لي أقارب من النصارى، وإذا كلمتهم دائما يقولون لي إنهم يحبونني، هل يجوز لي أن أرد عليه بنفس القول أني أحبهم لكن ليس الحب الشرعي وإنما الحب الطبيعي؟ لا 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 تقول إني أحبكم، لا تقول لهم إني أحبكم أبدا. نعم، قل لهم إذا كنتم تحبوني فأسلموا، أنا أحب لكم الإسلام، أنا أحب لكم الإسلام والنجاة من النار. نعم.